السلام عليكم شباب، معكم جهاد الفن. اول جديد في هذا الفيديو طبعا جايبكم جيم بلاي بسلاح الريزر باك في لايف ستريم. اليوم لعبته وحسيت ان الجيم يستاهل ان الواحد ينزل في اليوتيوب، فقلت ليش ما اعطيه تجربه. فطبعا هذا الجيم بلاي زي ما تشوفون اول مره العب ريزر باك في المالتي بلاير بعد البيتا. جربته في الكاستم جيم اول مره اجربه بدون اي اتاشمنت بدون اي شيء، وانتم راح تشوفوا النتيجه اللي راح يصير في هذا الجيم. وطبعا جربت كل ستريك جديد وما ابي احرق عليكم شنو اللي صار بالضبط، فخليكم مع نهايه الفيديو. اتمنى يعجبكم، واذا حابين تشوفون فيديوهات اكثر من هذا الاسلوب، يعني اجيب لكم سلاح معين والعب فيه اراكم كيف العب فيه، عطني لايك في الكومنت تحت وعطني اي سلاح تبي واجيب لك ان شاء الله الجيم بلاي. فلا تنسى اللايك في سبسكرايب، نشوفكم على خير فيديو جاي. السلام عليكم. بعد ما عندي في ار استخدم معاه سايلنسر ردات وخوينا نستنى بس يفتح الموضوع. وعليكم السلام يا قوف، يا هلا والله بالشاب. متى يسوون نفس سوبر تايتن يا صاحبي؟ والله هذه سؤال اسال بنجي. والله اذا اشتغلت بنجي راح اعلمك والله. يعني ما اتوقع يوم اشتغل بس ما تدري. حبيبي بسوي والله. والله الجوع يا عيال، ما حد يجيب لي شاورما شيء كذا. ودي مشتهي شاورما من زمان، ما في شاورما زي الناس عندي والله. الا في، تعال في محل يبيع بس بعيد. مشكلة اروح لعشر دقايق وحق ارجع البيت نص ساعة من زحمة السيارات، فعشان كذا ما افكر اروح. يا الله، كل شيء اذا تسافر برا السعودية وتعيش فترة طويلة، ولا يعني خاصة ميدل ايست، يعني مو شرط السعودية. اكل اكل والله تعب. يعني في اكل عندنا الشيء خرافي، ترجع برا يوحشك الاكل. نيوك تاون هارد بوينت ايزر باك. ايزر باك يا صبي، ليتس جو. في الفور جريب حق مثلا رونج لونج بارل لقيت الهارد بوينت ريسبون فيها ابو كلب هني. اخيس ريسبون في اللعب راح تشوفونه الحين يا عيال. شفت الماب صار احمر. ابي اموت ابي اموت. لحظة لا يا لا 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 لا. اول مره احاول اجيب كل ستريك. انا مشكلتي ذاك كم برث ما اعرف اقتل خلاص اخي، كان عقد نفسي على الفاضي. اقدر عن فيهم هلا بالصفه، هلا بالعيال. Hard point identified. Hostiles have the hard point. Friendly UAV inbound. Hard point is ours. Counter UAV inbound. والله يا عيال هذا السلاح مجنون، هذا السلاح كأنه مجنون يقول لي روح اقتل في البشر يا صاحبي. Lightning strike on standby.
فكرت نفسي. Friendly UAV inbound. Loading lightning strike target. Hardpoint identified. Hardpoint locked down. من اخبار حموت انا اركب فوق يمكن اقدر اشيب شيء. نادي الطائره اللي عندي ما اشوف منها فايده وانا داخل. اقتلي لي احد اقتلي لي احد لا تخشين. باقي 100 يخرب بيتك يخرب بيتك يا سهم باقي 100 يا سهم باقي 100 يا الله ما الذي تفعله يا مدير رايح اشد جهدي كيف قتلني يخرب بيتك سنشري يلا عن الحظ يلا عن الحظ يو يا عيال حظ اليوم في الجيم مو مكتوب لان اجيب بالثلاثري مو مكتوب والله مو مكتوب اني اجيب كلستري هذا استنشري بعد موجود ثاني ثلاث مرات الحين قطع عليها استنشري بعد موجود استنشري يا الله بالسنشري والله ريزر باك يا عيال شيء جبار شوف 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 والله ورا العمود والله ورا العمود والله من جد اتوقع هالجيم مو مكتوب لي ان اجيب لي شيء واحد تعال انه يا ذي يا صاحبي شيت والله جابني شوف ينفع من بعيد والله ينفع اطلع اطلع عندي من الهارد بوينت تطلع تفهم خوينا حبيبي ليتس جو والله هذا السنشر جبار هذه المرة ما بسوي نفس الخطأ، بسوي كذا مرة.
والله مو مكتوب يا عيال ان اجيب الكل ستريك، مو مكتوب ان اجيب الكل ستريك. يلا ما عليه، شوي قطعنا عليكم شباب في الشات بس اني مركز في الجيم. جبنا 52 13 حلو نتبعد. زين اتوقع يا صاحب لا تشتري نيوك تاون، اذا تبغاها لازم تاخذ السيزن باس معاها، يعني تقدر تشتري السيزن باس لحالها اونلاين اتوقع يجيك معاها نيوك تاون اتوقع. وان شيء ثاني يمكن ما ادري. والله ما ادري من اللي يقول نيوك تاون ما يحمل عنده في هذه، من جد ما ادري. بس يا عيال الريزر باك بدون اتاش متجالس العب فيه شيء جبار، انت تدرون يعني لو احط عليه اللونج بارل يصير فيه هذا السلاح، والله شيء يا عيال. 53 كيل من اول مره استخدمه. مكتوب عندك في الستور مجاني؟